فضايح ابن سوريا. ابن سوريا ارهابي. ابن سوريا سب العراق. ابن سوريا طلع خاين. شوفوا الفيديو وفضايح ابن سوريا كلياتها بهذا الفيديو. السلام عليكم اخواتي، جيناكم اليوم فيديو جديد عن حقيقة ابن سوريا وفضايح ابن سوريا. قبل ما نبلش الفيديو، لا حدا يقول يا شباب بالكومنت انا عم بعمل الفيديو مشان مشاهدات او مشان شهرة او مشان شيء، لانه اغلبكم بيعرفني مين وبيعرف قناتي من امتى. فانا بعمري وحياتي ما تدخلت بمشاكل السوشيال ميديا ولا تدخلت بين اي طرف من الطرفين صحابين المشاكل. فاليوم يا شباب انا حبيت احكي عن رايي بخصوص مشكلة ابن سوريا مع العراق. ابن سوريا انا شفت له مقاطع انه عم بيغلط وبسب وكذا وكذا وكذا. ممكن اي شخص فينا يغلط وما حدا فينا معصوم عن الغلط، يعني حتى الانبياء غلطوا، ما حدا فينا معصوم عن الغلط. ربنا بيغفر، العباد ما بيغفر ولا بسامح. ابن سوريا بضل ابن بلدي والطفل ما بيطلع من اللحم. يعني هلا نجي على الصراحه، يعني هلا مثلا اذا زلمه عم يقدم لكم محتوى وعم يعمل فيديوهات وانه بيحكي من الدين وبقول لكم صلي على النبي وكذا، معناتها قلب شيخ او معناتها انه صار نبي. قلت لكم حتى الانبياء بيغلطوا. بس يا شباب انا بدي منكم تستوعبوا شغله، ممكن يكون في عنا جانب مسلم، ممكن نحن بين رفقاتنا وبين بعض نبرك ونسبسب ونغلط. فرجوني واحد فيكم هلا ما بيغلط بينه وبين رفقاته. يا اخي انا صرت اشوف بالسوشيال ميديا عملوا القصه يعني قضيه فلسطين. لو قضيه فلسطين ما صارت هيك يا شباب. جماعه العراق اهم شيء يا اخوان، نحن ما بدنا فتنه بين بلدين كرمال شخص وشخصين. اخواتي نحن بنضل اهل واحد، العراقيين والسوريين من يومنا بنحب بعض. انا لحد هاللحظه يا شباب لما بيسالوني اي بلد بتحب اكثر شيء بقول لهم العراق، لانه شعبهم وشعبنا واحد. بحس يا زلمه دمنا واحد. فهلا بدنا نتخانق مشان والله يوتيوب ومشان فيسبوك ومشان واحد غلط او واحد خربط؟ لا يا شباب، خلي العنصريه بعيده عن مشاكلنا، خلي العنصريه بعيده عن السوشيال ميديا، لانه هالموضوع بين شخص وشخصين ما في داعي يصير بين شعب وشعبين، يعني هذا غلط كبير، رح يصير طائفيه وعنصريه. بتمنى من المتابعين يركزوا بهالكلام، لانه هذا الشيء يا شباب غلط كبير. ما بدنا عنصريه بيناتنا. بدي الكل يكتب بالكومنتات اي مكان عند ابن سوريا او عند غيره او عند العراقيين، سراقيين مع بعض وبعمرنا ما رح نتفرق، مهما صار مشاكل بنضل مع بعض، ما في داعي نعمل فرق هذا سوري وهذا عراقي، نحن ما تعلمنا هيك من صغرنا، نحن تربينا وتعلمنا انه نحن بلد واحد وشعب واحد، ما في شخص فينا ما بيغلط، كلياتنا بنغلط، ما بدنا نكبر الموضوع لهي الدرجة، لأنه بيضل ابن سوريا إنسان مثلنا مثله، أكيد يعني إذا غلط يعني ما في داعي نكبرها ونعملها طائفية وعنصرية. خلينا نختصر هالموضوع. بتمنى منكم يا شباب انه ما حدا يسب الثاني بالكومنت ولا بلد يسب بلد الثاني كرمال شخص وشخصين. اخواتي انا بتمنى منكم كلكم تستوعبوا من كلامي، لانه انا عم بحكي هذا الشيء، انا شفت العنصريه بين العراقيين والسوريين كرمال اشخاص. فبتمنى يا شباب ادعوا بهالشيء بالكومنتات، لا حدا يغلط على الثاني ولا حدا يغلط ببلد الثاني، لانه بنضل اخوه. برجع بقولكم انا ما عملت الفيديو لحتى اجيب مشاهدات ولايكات، لانه مو بحاجه، انا بس حابب ابعد العنصريه بموضوع السوشيال ميديا بين الاشخاص. بصير شو ما بده يصير، اهم شيء ما يصير مشاكل بين الدول، والعنصريه ما حلوه ابدا. ان شاء الله تكونوا فهمتوا مني وفهمتوا انا شو بدي اوصل لكم فكره. فتحياتي لابن سوريا بضل اخونا وابن بلدنا، وتحياتي للعراقيين بضلوا اهلنا وناسنا. فبتمنى تبعدوا العنصريه من الموضوع، ممكن غلط، ممكن طلعت شيء يعني عفويه، يعني ما في فينا حدا ما بيغلط وكلياتنا بنسبسب، ما لنا يعني انبياء لحتى ما نغلط، كلياتنا بنغلط وكلياتنا الغلط راكبنا من ساسنا راسنا. فبتمنى يا شباب العنصريه تطلعوا منها، خلينا اخوه واهل وبنضل كلياتنا حبايب واهل. وان شاء الله يكون استوعبتوا شيء من كلامي، ما بعرف يمكن تاخذوا كلامي وتكبوه بالبحر براحتكم، بس انا حكيت اللي بقلبي لانه بحب ما يصير بيناتنا عنصريه. تحياتي لكل شعب العراق، على راسي اهل العراق، وانا بعتذر عن كل شخص غلط فيكم من الشعب السوري، انا بعتذر بنيابتي عنهم، بتمنى ما حدا يغلط بسوريا او بالعراق. هون بكون وصلنا لنهايه الفيديو، لا تنسوا تحطوا لنا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. وتحياتي لكم والسلام عليكم.